مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. تمر الأيام ويتكرر لقاؤنا بكم، ولا نزال عندنا الكثير لنقوله، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة نازح الوازعية، مشاهد بؤس تحكي الواقع المرير، محمية الحسوة وأشجار البهش واجهة الطبيعة في عدن، هدى رمزي طموح واعد اقتحم عالم الدراما اليمنية. مشاهدينا، كما عودناكم في أولى فقراتنا، مجموعة من الفعاليات والأنشطة وجولة إخبارية سريعة. تسلمت مصلحة خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن محركات قوارب ضمن برامج المرحلة الثانية لمشاريع المنحة الأميرية الكويتية. وأشادت قيادة مصلحة خفر السواحل بالدعم الكويتي الذي قالت بأنه سيمكنها من أداء مهامها في مكافحة التهريب وتأمين السواحل. سيرت اللجنة العليا الكويتية للإغاثة قافلة مساعدات إغاثية من عدن إلى محافظة أبين، شملت أدوية ومستلزمات طبية إضافة إلى عدد من ناقلات المياه. قافلة المساعدات التي استهدفت المناطق المنكوبة جراء سيول الأمطار شملت أيضا سلات غذائية للأسر المتضررة وأسر شهداء الحرب. قطع محتجون من المتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري الشارع العام بالمنصورة في عدن احتجاجاً على توقف صرف مرتباتهم التقاعدية منذ 3 أشهر. وكان البنك المركزي بصنعاء قد أوقف توريد مخصصات رواتب المتقاعدين لمحافظات عدن ولحج وأبين وشبوة، الأمر الذي تسبب في توقف صرف رواتبهم عبر البريد. استفادت المئات من الأسر المعدمة وذوي الدخل المحدود في مدينة عدن من مشروع أضاحي العيد، أحد المشاريع الإنسانية الذي تنفذه المنظمات الخيرية كتقليد سنوي، ويهدف المشروع وبحسب القائمين عليه إلى إدخال البهجة والسرور في حياة المحتاجين وتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي. تأتي الحرب محملة بالكثير من الويلات والجراح، وإحدى هذه الجراح أن يفر الإنسان من بيته هاربا خائفا ليعيش في مكان جديد تحت مسمى نازح. لا فرحة للعيد هنا في أوساط النازحين من أبناء تعز الذين استقر بهم الحال في مناطق الأطراف في محافظة عدن هربا من جرائم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. فما من نازح إلا وله مع الحرب قصة معاناة، ولا تكاد توجد أسرة غير مسكونة بالأحزان. قروي عاملين يعني فوق الفقر، ما يكفي الفقر، زاد فوقها نازحين ومجاعة. أكثر من 150 أسرة نازحة من مناطق الوازعية بتعز توزعت على مديرية البريقة غربي محافظة عدن، تركوا منازلهم بحثا عن ملاذ آمن من الحرب ليجدوا أنفسهم في حياة غير آمنة من الجوع والفقر، فالحال يشبه بعضه ولا عزاء للنازحين. أسر الشهداء في كل مكان مقدولين، ومنهم هنا وفي كل مكان، في العارة، في الخب، في وسط الأشجار، والله العظيم لم يقدموا لهم لا مواد غذائية ولم يقدموا لهم أي مواد مالية ولا شيء. تحضر المعاناة بكل آلامها وتغيب الإنسانية هنا في أوساط الأسر النازحة في ظل تجاهل الجهات المعنية والمنظمات الداعمة الغائبة هي أيضا عن المشهد بكل تفاصيله. العيش بيضيق، يعني زي ما تقول ما فيش راحة وانت نازح. ثقيلة هي الأيام تمر على هؤلاء النازحين، فاليوم يشبه الأمس وغدا، ولا جديد في حياتهم غير الهم المتعاظم في النفوس والحزن المتقد في القلوب. إنهم بالفعل الجرح النازف والوجع المنسي في ذاكرة الحكومة وضمير المجتمع. كل ما يتمناه هؤلاء النازحين توفير متطلبات العيش وضروريات الحياة بما يمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية التي افتقدوا جزءا كبيرا منها بفقدان الأقارب وهجر الديار. أقوى ألم أنك تبتعد عن مهدك الأصل، مهد الطفولة، البلاد. ملامح نازحي تعز وحياتهم اليومية تحكي بوضوح معاناة تجاوز عمرها العام والنصف لمدينة كانت ولا زالت منكوبة بالقصف والحصار والخذلان.
أستاذ هاني اليزيدي مدير مديرية البريقة في محافظة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء الذي نسلط فيه الضوء على موضوع النازحين الذين جاءوا من تعز إلى مديرية البريقة. ما هو وضعهم اليوم وما هو دوركم كسلطة محلية في دعم هؤلاء النازحين؟ طبعا النازحين في عدن وأكثرهم موجودين في مديرية البريقة، يعني وضعهم حقيقة يعني يحتاج إلى لفتة كريمة من السلطة، ويحتاج إلى لفتة من فاعلي الخير والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية. كثير من الأسر حقيقة يعني وضعها مزري وحالتها يعني يرثى لها، وقد يكون هناك ميزة لأبناء تعز أنهم إذا حلوا نازحين أنهم يعني يقومون بالكد والعمل، وهذه ميزة إيجابية، فهم يستطيعوا مع الظروف القاسية أن يتأقلموا مع إنسان التعزي إنسان خلاق ومبدع بطبيعته. نعم. ولهذا نحن الآن في البريقة عندنا ما يقارب 1500 أسرة من الأسر النازحة، نحاول قدر المستطاع أن يعني ندعو المنظمات المجتمع المدني وندعو فاعلي الخير للوقوف معهم. نحن كذلك في المديرية نجعل هناك تركيز عليهم، وإضافة كذلك في التعليم هناك تسهيلات. كثير من النازحين والنازحات امتحنوا في امتحانات النهائية الثانوية، وكذلك هم موجودين في المدارس والأحمال، ونحن نحرص أن يجدوا الحياة المناسبة وكأنهم بين إخوانهم وأهلهم. ويعني ندعو في هذا اللقاء أهل الخير والفضلاء والسلطة المحلية في عدن، وكذلك ندعو وزير السلطة المحلية الوزير عبد الرقيب فتح ومن هم في لجنة الإغاثة العليا للتركيز على وضع النازحين في البريقة، لأن حقيقة هناك أسر معدومة ومحرومة من أي مصادر رزق، وبعضهم قد قطع راتبهم من تعز أو من الحديدة ولا يجد أي دخل. هل لديكم إحصائيات بالأعداد المتواجدة في البريقة؟ هي 1500 أسرة تقريبا، الأسرة من 10 إلى 8 إلى 6، يعني يصلون إلى 13,000 إلى 15,000 نازح ونازحة تقريبا. هناك فعاليات وأنشطة أو مبادرات تقوم بمساعدة هؤلاء النازحين بمساعدتكم يعني أو تحت إشرافكم؟ هناك منظمات نزلت وأعطت مبالغ مالية للنازحين، وهناك وزع إغاثة، لكن طبعا ليس بالشكل المطلوب لحاجة النازح، لأنهم لهم الآن فترة طويلة هم في عدن، أي ما يقارب السنة بعضهم، وبعضهم 8 أشهر إلى 6 أشهر، فلا بد أن تكون جهود مضاعفة. وهناك إن شاء الله يعني في جهود من الشباب للقيام بحصر الأسر هذه بشكل يعني طوعي، وهذا جهد طيب، لأن عندما نعرف حجم المعاناة وحجم الأسر الموجودة يعطينا أن نبذل ونقدم لهم. هل تصلهم الخدمات من ماء وكهرباء؟ ليس بالضرورة يعني طوال الوقت، لأنه عدن كلها تعاني من نقص في هذه الخدمات، ولكن هل تصلهم جزء ولو جزء يسير وبسيط من خدمات الماء والكهرباء؟ طبعا نحن نسأل بعضهم وهم يخبرون أن هم هنا في عدن يعتبروا أفضل حالا من وضع أسرهم في تعز وفي أماكن الحرب، فيعتبروا أنفسهم هنا أفضل حال. أقصد أن المنطقة المتواجدين فيها حالها حال بقية عدن. نعم. يعني يصلها التيار الكهربائي بنفس وقت ما يصل عدن البقية. بالضبط، نفس الخدمات موجودة. وهناك أنا قلت يعني حتى جانب العمل، كثير منهم موجود في الأسواق ويطلب الرزق ويجد له يعني مصدر رزق، وهذه ميزة موجودة عند أبناء تعز. فبل أقول حتى وضعهم هنا أفضل مع وجود الوضع السيء المزري، إلا أن وضع تعز الآن صار مع الحروب أشد معاناة، لا سيما أماكن الملتهبة أماكن الحرب. صحيح. هل هناك مثلا عندما يتعرضون للأمراض أو يحتاجون للأدوية، هل هناك دعم خاص بالصحة لهم؟ لأنه مثل ما ذكرتم أن هناك أسر معدمة وأسر لم يعد لديها عائد مادي، توقفت الرواتب، هل هناك مساعدات من قبل الحكومة للعلاجات وللصحة؟
طبعا هم يعني اخذوهم للعلاج والتربيه والتعليم وكل الاحتياجات مثلهم مثل يعني اخوانهم الموجودين المقيمين، ولكن نحن ندعو دائما مكاتب التنفيذيه لاعطاء ميزه للانسان المعدم، وهذا يعني مثله مثل عابر سبيل، يعني حاله خاصه انهم مثل ما ذكرتم عابر سبيل، عابر سبيل ومنكوب وعليه مشكله، وبعضهم من دمر بيته ويعني ما زال يعاني ان الغربه ويشعر انه محروم وانه في مكان غير ما تكون في بلدك، فدائما ما تكون لهم ميزه في التعامل. نعم هي صحيح عدن بلد الجميع، ولكن يعني البعض منهم تغرب يعني عن بقيه اهله ايضا. لا شك يعني هناك معروف انه لربما اغلبهم قد قطعت رواتبهم، وبعضهم يعني يمكن لا يستطيع ان يعود الى بلاده بسبب الحرب والعدوان الحوثي العفاشي، فهناك ميزه موجوده وهي يعني خلق موجود في ابناء عدن، خلق الكرم والتعايش والمحبه. حاليا الان هل يوجد افكار جديده او خطط لمساعده هؤلاء النازحين في تعز، غير انكم ذكرتم طبعا المبادرات وذكرتم ايضا ان هناك احصائيات جديده سوف يقومون بها مبادرات شبابيه، هل هناك افكار اخرى لدعم هؤلاء النازحين؟ يعني كان هناك افكار منها ما اخبرني به بعض الشباب لايجاد يعني تكريم للنازحين والنازحات الذين امتحنوا في الثانويات لرفع المعنويات، لرفع معنوياتهم كميزة خاصة بهم، وطلبوا أسماء الذين امتحنوا حتى يكرموا. نعم أستاذ هاني، هل قمتم بزيارات أو أشرفتم على زيارات ذهبت إلى مكان النازحين للإطلاع على أوضاعهم الحالية؟ طبعا هناك فريق عمل شبابي ومؤسسات منظمات تقوم بدور، ونحن نتواصل معهم ونتابع نزولهم ونحفزهم على الاستمرار، وهناك تواصل مستمر معهم. هناك جاء مبلغ من الأشغال العامة والطرقات لإيجاد مبلغ لوضع مشروع في المناطق التي فيها نازحين كثر، وهو مبلغ 90,000 دولار، سيقام لهم مشروع شبكة مياه أو ما يكون لهم مناسب، طبعا يعطى للمستضيف هو أصحاب المنطقة الذين استضافوا النازحين، وبرضه يعود خيره للنازح الذي جاء من مناطق الحرب. هذا المشروع الآن رسي على البريقة، لأن جاءوني وقالوا البريقة هي أكبر مديرية فيها عدد نازحين، ولهذا سيكون في البريقة. نبحث عن المكان الذي هو أكثر نازحين فيه بحيث أنه نستطيع أن نعطي خدمة للمضيف. نعم. الذي استضاف ويستفيد منها النازح الموجود. منذ وصول النازحين إلى عدن في الحرب الأخيرة إلى اليوم، هل أوضاعهم تسير نحو الأفضل أم أن هناك أوضاعهم ساءت أكثر من وجهة نظركم؟ أنا أعتقد أنه كل ما تحسن الوضع للبلد في المحافظة فالكل سينعم بخدمة الكهرباء والماء وفرص العمل. والآن نحن إن شاء الله يعني على مخارج الصيف، يأتي الجو الشتاء وسيكون وضعهم أفضل إن شاء الله تعالى، من حيث الكهرباء والخدمات سيكون هناك تحسن، ولهذا أنا أبشرهم أنه الأمور ستكون أفضل بإذن الله تعالى. نعم مسبقا أيضا مروا عليهم أصحاب التلقيح والذين وتحقين الأطفال، هل هناك مخاوف مثلا من أن يحدث هناك مرض أو وباء مثلا لا سمح الله نتيجة الوضع الذين هم جالسين فيه؟ طبعا هو حصل مرض في البريقة، حمى الظنك وغير الأمراض وعم الكل، هناك وجدت معالجات للجميع، لكن يعني نحن كل الأمور المتعلقة بالصحة والتوعية الصحية من يعني التلقيح وغيره، فإن النازح له نصيب، ونعمل بالحساب حصة النازحين الموجودين في البريقة، وحتى يعني ما يتعلق في جانب الغاز وفي جانب الخدمات دائما ما أتكلم مع المحافظة بأن وضع البريقة الآن يعتبر في ازدياد باستضافتهم لنازحين جدد. لديكم رسالة تريدون أن توصلوها إلى النازحين يعني تصبرهم على الوضع الذي هم فيه؟
لا شك يعني الإنسان سيبقى معطاء، وكما قال بعض السلف الإنسان حيثما حل نفع. الإنسان الخير والإنسان الذي يعني فيه الخير يحل في أي مكان ينفع الله به، فنريد أن يكونوا يعني هم جزء من المجتمع الموجود، فعالين منضبطين ب يعني النظام، بل يكونوا أداة للأمن إذا وجد هناك يعني من يكون سبب في تخريب أو غيره إبلاغ عنه، فهم جزء من المجتمع الموجود، ونحن كذلك نبلغ دائما الجهات الأمنية ونبلغهم أننا حولهم أن وجود أي مضايقات أو أي يعني شيء يمنعهم أن يعيشوا عيشة كريمة. فوصيتي للأخوة المستضيفين أن هذا واجب شرعي وواجب عرفي كانت عليه العرب، هو الكرم والضيافة وحسن العشرة التي ينبغي أن يتعامل بها هؤلاء الذين الآن يعانوا التشرد والضياع. وقد يأتي يوم ما وقع، وقد وقع هذا أصلا علينا يوم الأيام، أن جزء من عدن صارت نازحة أيام وشهور، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا جميعا وأن يزيل عنا العدوان الحوثي العفاشي ويؤمن بلادنا من كل شر إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا لك الأستاذ هاني يزيدي مدير مديرية البريقة في محافظة عدن، كنت معي في هذا اللقاء، شكرا لك. مشاهدينا، إن خروج الإنسان من بيته مذعورا خائفا نتيجة الحرب لهو مأساة حقيقية، لذا علينا فقط أن نخفف منها بالتعاون فيما بين البين والتصميم على إيقاف ممارسات الحرب الهمجية. الطبيعة سر لم يستطع الإنسان استيعاب عظمتها وجمالها، فأحاطها بحمايته وتولاها برعايته. حكايتنا في هذه الحلقة هي عن محمية الحسوة الطبيعية. في محمية طبيعية كمحمية الحسوة عليك أن تتأمل جيدا في صلابة أشجار البهش وتلاقي أوراقها بشكل موحد متقارب، وكأنها تتشابك لتحمي نفسها قبل أن تكون مصدرا متعدد الفوائد والاستخدام. الحسوة الطبيعية منطقة زراعية خصبة تتموقع في نهاية مصب الوادي الكبير غربي مدينة عدن، حيث غطاء نباتي كثيف يساعد في حجز السيول ومعالجة المياه العادمة. تطل المحمية جنوبا على خليج عدن وشمالا على المنصورة وشرقا على دوار كالتكس، وتتبع إداريا مديرية البريقة، وتقدر مساحتها ب 180 هكتارا، منها 30 هكتارا أحواضا مائية خاصة بمعالجة المياه العادمة. مساحة شاسعة خضراء تتمتع بتنوع حيوي تشترك فيه خضرة الأعشاب وزرقة البحر. وتقدر نسبة المياه المتدفقة إلى المحمية ب 18000 متر مكعب، يستفاد منها فقط 25%، وما تبقى منها تصب في البحر.
كانت محمية الحسوة أرضاً سبخة توارثها أبناء الحسوة عن أجدادهم الذين عملوا على استزراع واستصلاح الأشجار والاستفادة منها كمصدر أساسي للعيش. واليوم تعد واحدة من المحميات الطبيعية في اليمن، حيث جرى إعلانها كمحمية في عدن، وتم تأسيس اللجنة التحضيرية لها في يونيو 2006 وتم إشهارها رسمياً في العام 2007. تنتشر في المحمية أشجار البهاش أو ما تعرف باسم نخيل الدوم، وهي أشجار من فصيلة النخيل يتراوح طولها ما بين 10 إلى 30 مترا، وهي من الأشجار المعمرة حيث يتجاوز عمر الواحدة منها ما يزيد عن 30 عاما. وتستخدم في صناعة المكانس والمفارش الخزفية بالإضافة إلى الخل الطبيعي إلى جانب أنواع المخللات التي اشتهرت بها منطقة الحسوة وعدن. عرفت أشجار البهش قديما بعصارتها اللبنية السائلة المستخرجة بطرق بسيطة، حيث تستخرج منها مادة سائلة يطلق عليها في حالتها الطازجة باسم الطاري، ويتميز الطاري بمذاق سكري الطعم حتى أنك لا تجد النمل يصطف طوابير لامتصاص رحيقه. أما رائحته فهي شبيهة برائحة النارجيل، ويستخدم علاجا لكثير من الأمراض الباطنية. حتى عهد قريب مثلت محمية الحسوة متنفسا سياحيا يرتاده الزوار، إلا أنها تعرضت للاندثار خلال الأعوام الأخيرة، ولم تعد صالحة لاستقبال الزوار بعد إهمال صيانتها وتوقف التمويل الحكومي. تعد محمية الحسوة موطناً وراثياً لأمهات النباتات البيئية الساحلية والصحراوية، كما تشكل موئلاً للعديد من الكائنات الحية المهددة بالانقراض جراء التوسع العمراني وتناقص المساحات الطبيعية. وقد تم رصد أكثر من 70 نوعاً من الطيور المستوطنة والمهاجرة، ومن بينها النورس أبيض العين وملك العقبان وأبو المغزل وأبو ملعقة والنحام فلامينغو. النور والهواء ملك للجميع، ولن تستطيع الحرب ببشاعتها ولا قادة الحرب بغرورهم وأطماعهم أن يحصروا من الضوء شيئا أو أن يأسروا الهواء. الدراما اليمنية شهدت تطورا في الأيام الماضية. الفنانة الشابة هدى رمزي ضيفتنا في فقرة وجه المدينة. تهوى الإعلام وتمارس التمثيل كموهبة ورغبة تولدت منذ الصغر في حياة فتاة عشرينية بمدينة عدن.
هدى رمزي فتاة تميزت بالموهبة والمقدرة على التمثيل وتجسيد الشخصيات ببراعة، فاقتحمت عالم الدراما اليمنية رغم كل المعوقات التي واجهتها كفتاة واعدة تمتهن التمثيل. التخصص طبعا اللي أنا فيه الآن إذاعة وتلفزيون، كلية الآداب في جامعة عدن. كان شوي في تلابس ما بين التمثيل حقي والدراسة، لأنه كان نهاية سنة لأني ممكن أني أقدم مسلسل فيه خلال شهر رمضان، كان نهاية دراسة وامتحانات، فكان شوية في تلابس في الموضوع، بس الحمد لله يعني قدرت أوفق ما بينهم. أول مسرحية لي أو أول ظهور كهدى رمزي ظهرت في مسرحية هوس الكلام سير للمخرج محمد علي اليافعي. من هنا عمر جمال شاف أدائي كممثلة وخداني لمسلسل فرصة أخيرة. كان كمان معي مسرحية ثانية بعنوان أعطونا فرصة للمخرج والفنان قاسم عمر، واشتغلت عدة فلاشات وعدة سكتشات. كمان كان عندي إعلان لبنوك، قدمت أفلام والحمد لله يعني، بس اللي طرحت طابع واشتهرت جدا بالمسلسلات. لأنك ستنتقلين إلى بيتنا وستكونين زوجة أخي، في كلا الحالتين تأجل زواجكما إلى ما بعد سنة يا أختي. سنة قاسية ستمر علينا. كانت بداياتها الأولى في التمثيل مع المسرح العدني، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك فضلت الدراما، وذلك لما لمسته من هيبة على خشبة المسرح والاتصال المباشر مع الجمهور. ولو تسأليني إيش الفرق أو تقولي لي عن المسرح أو الدراما أيهما أقوى أو أيهما تشوفي نفسك، بقول لك أشوف نفسي في التلفزيون، رغم أنه لأنه المسرح صعب جداً، لأنه أنا أخاطب جمهور، والجمهور أحيانا ألاقي جمهور تمام يتقبل، وأحيانا ما ألاقيش جمهور يتقبل، ألاقي الرد أو الكلام من الجمهور وهم جالسين وأنا أقدم على الستيج، فأحصل نفسي أنني في التلفزيون أكون أفضل، لأنه لو غلط في أي شيء ممكن يقولوا ستوب وعيدي، لكن المسرح صعب جداً. كيفك زينة؟ فين الفلوس؟ على الأقل ردي السلام بعد ما يقعش مباشرة الفلوس. الفلوس يا ماجد؟ يعني انت ما قلتش عشاني، قلتي عشان الفلوس. كنت حاسه انك تكذب، بس انا غلطانه اني اجيت. لا 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 لا، انا قلت شيل فلوس، تعال اجيب لك عادي يعني. وكلي يلا ارحمني. تعال مسلسل فرصه اخيره، كان دوري بنت غنيه من كثر المجتمع اللي هي عايشه فيه، والاسر اللي ان امها مش متقبله لرايي ودائما ما تسمع ليش كلمه، فخرجت من المجتمع الاسري اللي هي فيه وراحت تدور عاطفه برا على البيت، فكانت تقبلها شخص حاول يستغلها، يستغل كل ما فيها عشان يتوصل لغايته، فكان اثر طبعا عند الناس طابع جميل جدا، واعترفت جدا، حتى في بعضهم للان ينادوني زينه، ما ينادونيش باسم هدى رمزي. فرحتي للاسف ما اكتملتش، كنت احسب ان اليوم بينتهي نهايه سعيده وبترجع البسمه لبيتنا، لكن امي اصرت على الطلاق. المهم انتي تكوني بخير. في مسلسل فرصة أخيرة بدأت مشوارها الفني لتصبح بعد ذلك حاضرة في كل عمل درامي جديد. كغيرها من الممثلات تجد نفسها في أدوار معينة وتندم على تأدية بعضها الآخر، لأنها ببساطة لم تجد نفسها في تلك الأدوار ولم تستطع أن تتعايش مع الشخصية.
تحلم هدى أن تفاجئ جمهورها بأدوار مختلفة وأن تقدم دائما ما هو أفضل على صعيد التمثيل. هذا خارمزي يمه. هو ثور القلم. هيا يا نور قومي بواجب الضيافة. حسنا سأقوم في الحال. سأقوم معك يا نور. تعالي معنا يا رقية. أنا قادمة معك. الدور دور رقية اللي أعطوني ما كانش لي، ما كانش مركب لهدى رمزي، حسيت إنه هذا ما كانش ممكن إني أني أديه، فأني ندمان على هذا العمل لأنه كان يتكلم عن إمامة، فكنت بنت تاجر يعني كان مستبد أبوها عليها، فبحكم الإمامة والاستبداد خرجت من الطابع، يعني كله كان حزن وما كانش له قصة أو توصيل رسالة أو هدف معين، عشان كده ما كانش الدور طابق لي. لحد ما تسمعي الكلام تو ما قلت. ما تشبعش، ما كفكش لشليته؟ ضغط اسمه ابتزاز. باب رزق وانفتح لك، أقول له لا. حسن، روح من هنا الآن. لو أحد شافك هنا بتقع لنا مصيبة. تدق أجراس العيد وتدق أجراس الوداع، ولكنه ليس الوداع الأخير. ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وكل عام وأنتم بخير.